إذن مشاهدينا، وفي ذكرى مرور 100 عام على تأسيس أمانة العاصمة أمانة بغداد، ووسط إشادة من قبل رئيس مجلس الوزراء لعملها الدؤوب، أطلقت الحكومة 150 مشروعا ضمن الخطط التي وضعتها من أجل النهوض بالواقع العمراني للعاصمة. جاءت هذه المشاريع وفق البرنامج الحكومي الذي وعدت به حكومة الخدمات. تقسمت هذه المشاريع وفق سقوف زمنية معينة وتتابع المراحل التي تتطلب إصلاح الواقع الخدمي في العاصمة. بالتالي هذه الخدمات المقدمة يراها المراقبون خطوات تسهم بتقديم الواقع الإصلاحي للبلد، وكذلك تسهم بإعادة ثقة المواطن بالحكومة بعدما رأى تقديم الخدمات على أرض الواقع. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، درجة في سلم العودة العربية، هكذا يمكن توصيف اجتماع البرلمان العربي في بغداد بدورته 34، مكانة العراق الطبيعية بين الأمم ومحيطه العربي. له من الخصائص الجاذبة والمكانة الهائلة التي تم قياسها خلال مونديال الخليج من نسخته الأخيرة. هذه الوقفة العربية هي جزء يسير من حقه الطبيعي على أشقائه في الخليج والبحث في العلاقات العربية وتجاوز إشكالات قديمة وتصفير الأزمات ورسم مشهد التكامل في مختلف المجالات. وهذه الصياغة تمثل شروقا جديدا في سماء العلاقات وترجمة فعلية لأدوار العراق المحورية. بغداد مشاهدينا، هل ستظهر بحلة جديدة وفق خطط وضعت لإعمارها وتطويرها؟ الحكومة تسعى لتقديم الأفضل لتضع العاصمة بصورة أجمل. 150 مشروع أطلقتها حكومة الخدمات تنوعت بين الثقافية والإعمارية وإصلاح للواقع الخدمي، والتفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. مشاريع بالمئات أطلقتها حكومة الخدمات ضمن حملات تطويرية وإصلاحية في إطار الخطط الموضوعة للعاصمة بغداد. 150 مشروع خدمي تنطلق الحكومة نحو إعادة إعمار البلد، قسمت على 4 مراحل، منها ما يتم الشروع بها ل70 مشروعا فقط، تضمنت إكساء الشوارع بمساحة حددت بأكثر من 8 ملايين متر مربع، ويتبعها 35 مشروعا للجسور والأنفاق إضافة إلى السكن والنقل العام. أما المرحلتان الأخيرتان فقد وضعت للمباشرة ب26 مشروعا للصرف الصحي، وأخرى اتجهت إلى الماء الصالح للشرب تمثلت ب33 مشروعا، ذلك وفق ما تم نشره في الوكالات الرسمية الحكومية، لتنتهي المراحل بتهيئة وزيادة المساحات الخضراء داخل العاصمة بغداد التي تمحورت ب9 من المشاريع. هذا ما حظيت به بغداد ثم بقية المحافظات تباعا. الثقافة والجمال والتراث لم تهمل عند حكومة الخدمات التي عكفت على إظهار الوجه الجمالي والألق البغدادي وبذل الجهود الكبيرة للنهوض بالواقع العمراني للعاصمة، خصوصا مع تزامن الذكرى المئوية لتأسيس أمانة بغداد، حيث حرصت على انطلاق أولى محطات الجهد الخدمي من قلب العراق وعاصمته لمعالجة النقص للخدمات الأساسية في أحيائها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام. مدير العلاقات والإعلام في أمانة العاصمة الأستاذ محمد الربيعي انضم لنا بصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام وبضيفك الكريم، حياك الله. وكذلك الترحيب بالسياسي المستقل أستاذ نسيم عبد الله أيضا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم سيد نسيم. حياكم الله أستاذ بشار. حياك الله. بداية أستاذ محمد، أبدأ معك وأنا أود أن نبارك لكم الذكرى المئوية ومرور 100 عام على تأسيس أمانة العاصمة، وتزامن مع هذه الذكرى إطلاق الحكومة كما وصفت نفسها بحكومة الخدمات، إطلاق 150 مشروع لتطوير الواقع العمراني في العاصمة. أود أن تحدثنا باختصار عن هذا المشروع، 150 مشروع، شلون راح يتحقق من قبل أمانة العاصمة لو أكو مساعدة من بقية الجهات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر ترحيبي بقناة الأيام وجودي بها، مشاهديكم الكرام وستافكم الكريم زائد. بدءاً أيضاً أكرر ترحيبي وشكري إلى كل من هنأ وكل من بارك لأمانة بغداد بـ100 عام. هذه المؤسسة العراقية اللي انبنت بالدولة العراقية الحديثة
عمر 100 عام ليس بالسهل. كيف نحافظ على هذا الاسم؟ علينا واجبات كثيرة ومهامات عديدة وتحديات كبيرة. نحن يوم أمس كنا سعيدين جدا بزيارة دولة الرئيس بحكومة الخدمات مثل ما تفضلت، وأطلق مشروعه من أمانة بغداد، وهو المعني بموضوع خدمة بغداد وخدمة العراق كرقابة وكتنفيذ وكإشراف. كان هناك اجتماعات موسعة مع دولة الرئيس ومعالي أمين بغداد والوكلاء زائد المدراء العامين في كثير من المجالات. وطريقة 150 مشروع هي مدروسة ومحسوبة ضمن خطة أمانة بغداد لعام 23، والبعض منها سوف ينتقل إلى 24. أموال حددت وجهزت على تفاصيل دقيقة. باختصار حضرتك ردت أن تعرف الاختصار. النقاط المهمة اللي ذكرها تقريركم هي الاختصار، أكررها بموضوع الطرق. 8 مليون متر مربع سوف يكون إكساء لمدينة بغداد للشوارع المتضررة والشوارع المتأخرة والشوارع المزدحمة. ثانيا عندنا جسور ستنطلق مثل ما ذكرت جنابك مع شركاء ويا أمانة بغداد. المعنيين من الشريكين هما وزارة الإسكان ومحافظة بغداد بما يتعلق بحولي بغداد وما في داخل بغداد. وجود حلول، تم وجود حلول، إنشاء جسور وتصاميم ومخططات جديدة، تمت هذه الرؤية الجديدة، علينا فقط التطبيق وإحالة هذه المشاريع لشركات عملاقة. الثالثة، المرحلة الثالثة أو الثانية هي مرحلة الماء. الأراضي الزراعية اللي تحولت إلى سكن ما كان بها خدمة الماء الصالح للشرب. 33 مشروع للتمديد المياه الصالحة للشرب راح يتم في خلال هذا العام. وال 25 مشروع الأخرى هي مشروع الصرف الصحي. عندنا أكثر محطات الصرف الصحي وخطوط النقل الجديدة راح تنهض في هذا العام، وراح نرى النور في منتصف أو نهاية عام 23. 25 مشروع للصرف الصحي ومياه الأمطار حتى الشتاء القادم. ما راح يكون عندنا مشاكل في موضوع الأمطار إذا تمت على وجه الخصوص والتحديد والأدق في موضوع تنفيذ وإحالتها إلى شركات ذات طابع مهم. أيضا المشاريع الأخرى اللي هي مشاريع المتنزهات وتوسيع هذا الحدائق. سيكون بالمرحلة الثالثة، مرحلة الرابعة، الرابعة اللي هي مرحلة المتنزهات والحدائق اللي هي مهمة جدا. زيادة المساحات الخضراء، شارع القناة، المعسكر الرشيد، الزوراء الثانية اللي هي معسكر الرشيد الثاني راح يصير، صاد البياع اللي هي مناطق الآن الجهد الخدمي يعمل بيها لرفع هذه المساحات الكثيرة والكبيرة فوق أبو تشير، الاثنين على 10، 3 على 10 و4 على 10 يسموها. هذه المساحات راح تصير بغداد جديدة وزوراء أخرى، زائد غابات التاجي. كل هذه المناطق اللي معنية في زيادة المساحات الخضراء راح يوصل إلى توازن. إحنا نريد نوصل إلى ما فقدناه من مساحات خضراء داخل بغداد إلى أن تتوازن حتى يكون هناك ما عندنا مشكلة في موضوع المساحات الخضراء. أختم في 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 مرحلة الخطة هي ألق بغداد وجمال بغداد اللي متعلق في إعادة إحياء شارع الرشيد. هذا الشارع الذي انتظر سنوات طويلة على إحياء ولم ينفذ. السيد رئيس مجلس الوزراء كان مع معالي أمين جادين في موضوع الشركاء من البنك المركزي، مبادرة تمكين، وغرفة التجارة، والمعماريين العراقيين، زائد رابطة المصارف، زائد من المجمع المهندسين، نقابة المهندسين، وجهات أخرى من المعنيين في موضوع الثقافة ووزارة والتراث. هذا الشارع تأخر كثيرا، راح ينطلق إن شاء الله في عام 23 جزء من إعماره يلحق بالمتنبي ويلحق بالرصافي والخلفاء والشوارع اللي بدأت أن تتطور. البيوت التراثية إلى دور، زائد المتحف البغدادي إلى دور، زائد إحياء المتحف الشمع إلى دور آخر. هذا من الجانب المشاريع الثقافية كنصب ومتاحف وتراث، لكن هذه مشاريع كبيرة سيد محمد، هل تم تأمين الأموال اللازمة للانطلاق وإكمال هذه المشاريع فعلا؟ كلامك صحيح جدا. تأمين المشاريع، البنى التحتية مبالغها تم تأمينها، البنى التحتية، وعلى على الخصوص من تنمية الأقاليم ومن الخطة الاستثمارية ومن الأمن الغذائي.
ثلاثة تمويلات راح تكون مختصة في البنى التحتية. أكررها، تمويل الأمن الغذائي ما زال عندنا أموال محولة إنه صح نشتغل على 1/12 لكن بعد أطلاق الموازنة، زائد الميزانية الاستثمارية لأمانة بغداد، زائد تنمية الأقاليم اللي راح تعطينا إياها محافظة بغداد. هذه الثلاثة مؤمنة. عندنا تنمية، عندنا المشاريع التشغيلية اللي راح تجينا أموالها من واردات أمانة بغداد. واردات أمانة بغداد بعام 2022 صعدت إلى 200 مليار. إحنا عندنا سقف وهدف نصل له في عام 23 إلى 250 أو 300 مليار. هذه الأموال كلها راح تكون في الإكساء، والكونها راح تكون تؤمن لعام 23 وما تبقى من 23 بعد لتسعة أشهر. المشاريع الأخرى اللي ذكرها التقرير بالشركاء، يعني الجسور والأنفاق والطرق الحولية راح تتبناها أموال وزارة الإسكان، وأموالها ترصد من قبل الحكومة، حكومة الخدمات. نعم. المشاريع اللي متعلقة بالتراث والثقافة راح تتبناها الجهات الراعية والمانحة والشريكة، مثل ما ذكرت لك البنك المركزي، وزارة البنك المركزي، زائد منظمات تمكين، زائد المنظمات الرابطة المصارف، زائد الشركاء اللي مع أمانة بغداد، مثل احتفال يوم أمس احتفال أمانة بغداد بالمئة عام، وكل عام وهم بألف خير أكررها، كان احتفالهم وكل من الرابط الشركات الداعمة والراعية والداعمة للمشاريع لأمانة بغداد، هم أجوا أرعوا الحفل، وانطلق الحفل بهذه الصورة اللي هي صورة تختلف عن الصور القديمة لبغداد باحتفالاتها. فهذه تقريبا مجمل التفصيل للاحتفالية. أحسن. مع مجمل التفصيل للخطة. شكرا لك. طيب سيد نسيم، نرحب بك مرة أخرى، وهذه مشاريع كبيرة، إطلاق الحكومة 150 مشروع بمختلف الجوانب، ثقافية وخدمية وغيرها، تعتقد أنه فعلا نجاح للحكومة ببرنامجها الخدمي المعلن سابقا، وستنطبق صفة الخدمية على هذه الحكومة؟ نعم، في البداية تحية لحضرتك سيد بشار، وتحية إلى ضيفك العزيز سيد محمد، وتحية لمشاهدين قناتكم الكريمة. حقيقة الكلام اللي تفضل فيه أستاذ محمد يعني بصراحة يعني مفرح بصراحة. نتمنى أن تكون بغداد يعني حالها حال بقية العواصم الأخرى. المشاريع اللي قبل قليل تحدث عنها أستاذ محمد حقيقة أن تم تطبيقها حتما يعني سوف تغير يعني معالم العاصمة بغداد. صحيح. أنا أعتقد اليوم السيد السوداني يعني عندما قدم برنامج الحكومة كان يعني الجزء الكبير منه هو تحدث عن الجوانب الخدمية. هي حتى حكومة السيد السوداني هي حكومة الخدمات، وبالتالي نعتقد اليوم يعني قبل قليل كان هنالك تصريح للسيد السوداني قال على أن الموازنة التي سوف يتم إرسالها إلى مجلس النواب هي موازنة منسجمة مع البرنامج الحكومي، وهذا حقيقة يعني هاي سابقة، عذرا إذا يعني ما أريد أقول لك في الفترات السابقة كان البرنامج الحكومة الذي يقدم إلى مجلس النواب هو حبر على ورق، يعني حتى لما نقارن تشريعات اللي شرحها مجلس النواب غير متطابقة مع البرنامج الحكومي اللي تقدمه الحكومة. صحيح. بالنتيجة أنا أعتقد اليوم إن صارت الحكومة برؤية يعني مدروسة، وقبل قليل حقيقة كان يعني في داخلنا تساؤل، كنا نتمنى أن تكون هذه المشاريع هي مشاريع يعني مو يعني جاءت بارتجال. تكلم السيد محمد قال على أن هذه المشاريع هي مشاريع مدروسة، نتمنى أن تكون هذه المشاريع وأن تكون هنالك مشاريع حقيقية يعني منسجمة مع الواقع الحقيقي. اليوم حقيقة بما يعني مرينا فيه في فترة صعبة على مستوى عدم استقرار سياسي، كثير من التحديات اليوم اللي واجهناها أعتقد اليوم ليس أمام الكتل السياسية وأمام الطبقة السياسية إلا أن تقدم الأفضل. حقيقة مرحلة الفشل اللي تم، ما أريد أقول حقيقة هي مرحلة فشل حقيقي، لكن عدم تحقيق المطلوب. لا أقول، تقدر تقول سيد نسيم كان هناك فشل بالسنوات السابقة للحكومات المتعاقبة، فشل بالكثير من المشاريع. الحكومات السابقة وضعت الكثير من هذه المشاريع المطروحة حاليا لكنها لم تنجح، وبسبب وجود خلافات سياسية. اليوم متوفر هذا الدعم السياسي، تعتقد الحكومة الحالية أو الأمانة ستنجح بتنفيذها على أرض الواقع؟ الحكومة راح تنجح بتطبيق هذه المشاريع بظل وجود دعم سياسي من مختلف الأطراف السياسية ووجود هذا التحالف القوي، تحالف إدارة الدولة؟ والله بصراحة احنا مستبشرين كل الخير بحكومة السيد السوداني،
وبالنفس اليوم اللي يعني اللي لدى أمانة العاصمة، الحديث اللي تفضل فيه أستاذ محمد يعني كان هنالك نوع من التفاؤل. نتمنى أن يعني أن تكون هذه المشاريع وأن يعني أن يتم العمل فيها بصورة صحيحة. اليوم صحيح اليوم هنالك الكثير من التحديات اليوم اللي يواجهها العراق، وعلى مستوى التحدي السياسي وتحدي أمني، لكن أعتقد اليوم الوضع السياسي نوعا ما هو أفضل من الفترة السابقة، الوضع الأمني هو أفضل. صحيح اليوم هنالك قضية الفساد وملفات الفساد، نتمنى أن يعني أن يتم العمل في هذه المشاريع برؤية وحقيقية بعيدة عن قضية الفساد وملفات الفساد اللي حقيقة ما نشاهدها في وسائل الإعلام. نتمنى أن تكون هذه المشاريع مشاريع حقيقية، وأن لا يتم يعني تعطيلها حال المشاريع اللي تم تقديمها. قبل قليل كان هنالك يعني حسب ما عرفنا بأن هنالك مشروع لدار الأوبرا يعني من المتوقع بأن يكون في بغداد. نعم. هذا تم تقديمه في عام 2010، بعدين تم تأخيره في عام 2013 لم يتم العمل فيه. هذا الصراع السياسي فيما بين الكتل السياسية أثر على الواقع الاقتصادي. نتمنى تكون المرحلة القادمة حقيقة أن تكون مرحلة تقديم الأفضل. تعرف حضرتك اليوم عدم الرضا من قبل الشعب والجماهير هو بسبب عدم تقديم الأفضل. أنا أعتقد اليوم المظاهرات اللي حثت في الوسط والجنوب خير دليل على أن عدم الاستقرار السياسي أثر على الوضع في الوسط والجنوب. بالتالي طيب تتحدث من جانب إعادة ثقة المواطن بالحكومة وإدارتها للدولة، أي درجة تراها مرتبطة بالجانب الخدمي، وهل ستنجح بصراحة هذه المشاريع إن طبقت على أرض الواقع فعلا وكانت ملموسة من قبل المواطن؟ هل ستنجح بإعادة ثقته بالنظام السياسي والحكومة وإدارتها؟ بالتأكيد اليوم يعني ما نشاهده هنالك رضا من قبل الكتل السياسية، هنالك نوع من الانسجام فيما بين الكتل السياسية، هنالك أعتقد رغبة حقيقية على أن يقدم الأفضل. حكومة السيد السوداني وبحكم معرفتنا بشخصه هو رجل يعني استطاع أن يعني أن يمسك جميع الملفات، وما على الكتل السياسية بصراحة إلا أن تنجح هذه الحكومة. لا سامح الله الفشل حتما سوف ينعكس على الكل. نتمنى أن تتعظ الكتل السياسية من حالة الصراع السياسي فيما بينها، وبالتالي هذا أفقد المواطن الثقة بالطبقة السياسية ككل. نتمنى أن تكون هذه الحكومة هي حكومة فرصة لإعادة ثقة المواطن بالطبقة السياسية الموجودة. أعود لك أستاذ محمد مرة أخرى، هذه المشاريع إحنا منتظرين أن يتم تقديمها على أرض الواقع، تكون واقع ملموس. متى مقرر أن تنطلق هذه المشاريع؟ هذه المشاريع بالمراحل اللي ذكرتها مانت العاصمة راح يبدأ العمل بها مرحلة مرحلة، لو تبدأ هذه الأربع مراحل متوازيات؟ لا متوازيات أكيد. مرحلة الأموال اللي هي التشغيلية 1/12 تعتمد على إلى قبل بدء الموازنة انطلاقها أو استقبال الموازنة، فإذا نحن ما راح نبقى مكتوفي الأيدي، عندنا مشاريع اللي تعني بالواحد على 12. اليوم معنية الواحد على 12 إنه عندنا مشاريع جباية اللي هي أموالنا اللي نجيبها من المواطنين، نستمر في موضوع إكساء جزء من 8 مليون متر، يعني عندك 8 مليون متر في 23 لازم يكمل، نحن راح نستمر به في هذه الأيام تنطلق. الجسور وصيانتها تقريبا أقول لك انطلقت من المشاريع اللي انطلقت، أما عندنا مشاريع بنى تحتية جدا قوية أرقامها عالية، هذه راح تتأخر تنتظر الموازنة. ليش؟ لأن احنا بعد ويا المشروع لازم ناخذ صلاحيات الإحالة. إذا نبقى هذه المشاريع ننتظر إحالتها وفق الرتابة القديمة وفق الإجراءات الروتينية البيروقراطية العالية بالدولة العراقية في إحالة المشاريع، بما معناه أنه إحنا سنة 23 راح نخسر عملية هذه 150 مشروع. تيجي الفلوس وما نقدر نحول هاي المشاريع. فالسيد رئيس الوزراء والسيد أمين بغداد عندهم جلسة وعندهم اتفاق راح يكون الأيام القادمة على اجتماع مجلس الوزراء كيف يقرر هذه المشاريع تنطلق بدون ضوابط تعقيدية. ما أقول لك يعني بشكل قاسي ولكن بشكل مرن، وهذا الموضوع محتاجة الزمن، الزمن إلى دور كبير. طيب اثنين عفوا
أذن المقاطعة، لكن أنا أود أن أسأل عن جانب مهم، هو الجانب الاستثماري، راح يكون له دور بهذه المشاريع المختلفة اللي تتحدثون عنها؟ أي راح أوضح لك الجانب الاستثماري وين راح يكون يركز عمله على السكن، لأن إحنا مثل ما ذكر الضيف زميلنا الأستاذ نسيم، أكو مشاريع توقفت بسبب التقاطعات السياسية. وأنطيك مثال، مو فقط الأوبرا، الأوبرا يمكن جزء مهم جدا أنا إلي كمحمد الربيعي أفكر أيضا في هذا المشروع، ولكن مشاريع السكن اللي توقفت بسبب مشاكل السياسية والتقاطعات، مشروع 10 في 10 اللي هو مهتم في مدينة الصدر وأهالي مدينة الصدر، والفك العقدة السكنية اللي عندنا في بغداد، وهذا المشروع بدأنا به منذ 6 أشهر بإعادة العمل به بالدراسات. المكتب الاستشاري الآن كمل تفاصيله في المرحلة 150 مضمون، الصدر راح يمشي السكن، يعني أقصد الأبراج اللي راح تطلع 144 برج أو على خلينا نقول عمارة على 10 طوابق في مساحة لا تقل عن 200 دونم، كملت نسحت حجزتها عمليات بغداد. نعم. هذا راح الوقت نكتسبه من الأشهر اللي مضت، ضميناه ضمن 150 مشروع السكن. عندنا مشاريع سكن أخرى تلجأ للاستثمار، ما راح نقدر احنا نبنيها، على جوابا على سؤالك راح تحال الى مستثمرين او محاله اوريدي الى مستثمرين، ولكن انطلاق المباشره بعدها. طيب. ما طالقين استاذ محمد، انا ما كنت اريد اسالك عن الجانب السياسي، كنت اريد اترك السيد نسيم، لكن انت كسياسي ما تقدر تخرج من هذا النطاق بشكل كامل. الجانب السياسي كمشروع 10 في 10 ما راح ياثر بيعرقل نوعا ما، خصوصا اذا كان هناك خلافات سياسية بهذا الموضوع خصوصا في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد ما راح يعرقل. ليش؟ لأن هذا العمل متفق عليه سابقا، والأمانة العامة لمجلس الوزراء مشرفة على هذه الشركات الاستشارية اللي نحاللها العقد. اثنين، هو يفيد المنطقة سكنيا ويفيد الناس في تلك المنطقة، زائد يفتح مجال واسع. أنا ما أعتقد اليوم الجانب السياسي حتى لو بمسحة مسحة من الزعل أو من الترك السياسة راح يعرقلون، لا بالعكس، أشوف لحد هذه اللحظة وأرى أنه العمل في 10 في 10 سيمضي، ولكن لا نسميه 10 في 10، التغيير ما تغير، لأن 10 في 10 كان ذاك قياسات مختلفة مع شركة بريطانية برودوي، الآن الشركات اختلفت والرؤية اختلفت، والآن إحنا كليتنا على المحك. نرجع نقول حتى لو نتكلم بالسياسيين كليتنا على المحك. اليوم المواطن بعد ما يريد هاي الخلافات، يريد شاف أكو مستوى طلعنا أعلى من عنده، ما راح نقدر ننزل مرة لاخ، لازم نطلع نبقى بالطلوع، خاصة وحتى لو أبسط شيء، المهرجان اللي صار يوم أمس، أعطيك مثال، هذا المهرجان الفني واللائق والكبير الرسمي والشعبي كان من حديقة الأمة ومن ساحة الاحتفالات في ساحة معرض بغداد الدولي إنقاذ الحضارة. ما نقدر بعد إحنا نتراجع كأمانة بغداد ولا محافظة ولا حكومة نقدم شيء أقل، لازم نبقى نصعد. فإذا بالبنى التحتية والمشاريع اللي تهم بالمواطن بعد ما ممكن نتراجع، لازم نقدم شيء أهم وأفضل مما خطأنا به بال20 سنة الماضية الأخيرة. يعني واحد هم يتعلم من أخطاء، سياسيا ثقافيا اقتصاديا اجتماعيا، كافي إحنا نبقى أخطاء هاي الفترة الأخيرة. لو أنت ناجح وطالع، لو أنت راجع إكمال والبكالوريا ما تفيدك حتى الدور الثاني ولا الدور الثالث. هذا الدور الأخير يمكن أستاذ محمد، هاي الحلقة الأخيرة إن شاء الله هذا الأخير يمكن عبرين بها بنجاح. أنا أشوف ومتفائل، دائما أرى الضوء في نهاية النفق، هذا الموضوع راح يكون ناجح إذا كان سكني أو اقتصادي أو بنى تحتية. بس أنا أقول لك شغلة اللي حسيت بها، شلون تسألني هذا السؤال، أنا حسيت أكو إرادة حكومية وسياسية من السياسيين بعملية إعمار بغداد، وهذه الطريقة من أقول لك إعمار بغداد مو مثل ما قبل كنت أسمي لك إياها ترقيع، لا هالمرة لازم إعمار. إذا ما طلعت إعمار أيضا راح يكون هناك نقاط تعجب واستفهام على كل اللي قلنا. طيب سيد نسيم، الخطط موضوعة يبدو أنها مدروسة منذ مدة طويلة لإنجاح هذه المشاريع، لكن ماذا لو تم توسيع هذه المشاريع هذه الخطط على كل محافظات العراق؟ حاليا ما تشوف انه اكو تركيز فقط على العاصمة؟ بصراحة اذا نشوف المحافظات البقية اليوم اكو
أكو حملات إعمار، يعني إذا تروح للرمادي، إذا تروح للكربلاء، تروح للنجف، تروح للناصرية، تروح للموصل، أكو محافظات بصراحة يعني لمن نكون بيها ونجي لبغداد يعني أكو فرق بصراحة. الخلافات السياسية فيما بين الكتل السياسية مع الأسف يعني أثرت بشكل كبير على على يعني على على مستوى الخدمات، على الطرق في بغداد. نتمنى هذه المشاريع أن تعالج المشاكل الحقيقية. اليوم إحنا حملات العمار اللي نشوفها في المحافظات بصراحة يعني حملات ممتازة. اليوم مستوى الخدمات في بعض المحافظات عذرا يعني ما يحاسبون الأخوة في أمانة العاصمة، لكن يعني مستوى أفضل. أمانة العاصمة تواجه الكثير من التحديات، وأنا أعتقد يعني إحنا مو بعيدين عن قضية يعني التدخلات، يعني بغداد فيها الكثير من التدخلات على المستوى السياسي. اليوم إذا أنت تشاهد الطرق في بغداد مو بمستوى الطموح يعني بصراحة. نتمنى أن تقدم هذه المشاريع وأن يتم إعمار بغداد. أمانة العاصمة تواجه تحديات تدخلات من قبل الكتل السياسية، ما نتمنى هو أن تسير أمانة العاصمة برؤية يعني برؤية أن تكون بغداد في المرحلة القادمة، وأن يضعوا الأخوة يعني سقف. إحنا مو فنيين، لكن نتمنى أن يضعوا الأخوة سقف زمني على أن تكون بغداد في المرحلة القادمة بغداد مو هي بغداد اللي إحنا نشوفها الآن. مستوى خدمات ليس بمستوى الطموح، هنالك تدخل كبير في بغداد. نتمنى أن تسير أمانة العاصمة بتقديم خدمات أفضل، أن تقدم شركات أفضل لتنفيذ هذه المشاريع. هنالك حجم فساد مو فقط في أمانة العاصمة، كل الجهاز الإداري. نتمنى أن يتم يعني اتخاذ إجراءات حقيقية من أجل مواجهة الفساد، وإلا حقيقة إن بقى الحال على ما هو عليه ما أعتقد راح نشاهد بغداد بصورتها الأفضل. إحنا متفائلين بصراحة، عندنا ثقة في إدارة أمانة العاصمة. إحنا رئيس الوزراء رجل يعني يواجه الكثير من التحديات، لكن اليوم يمكن المتابع البسيط يفهم ويعرف بأن حجم الضغوط على رئاسة الوزراء وسيد رئيس الوزراء بدأ مختلف عن الفترة السابقة. كان هنالك صراع سياسي فيما بين الكتل السياسية، الآن أصبحت قناعة لدى كل الكتل السياسية على أننا يجب أن نقدم نموذج أفضل. الحراك الذي حدث في الفترات السابقة هو حراك بسبب سوء خدمات وفساد، كثير من التحديات المواطن يواجهها. نتمنى أن تكون الفترة القادمة هي حالة استقرار سياسي، حتما سوف ينعكس على مستوى الخدمات. وأعتقد أمانة العاصمة بإدارتها اللي موجودة هي قادرة على مواجهة التحديات وتقديم الأفضل في الفترة القادمة. طيب أستاذ محمد، كما ذكر سيد نسيم الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة كما هو معروف وبشهادة الحكومة، يعني عندكم خطة حتى تحافظون على هذه المشاريع من الفساد؟ وهناك أموال كبيرة ستخصص لهذه 150 مشروع، وبالتأكيد سيسيل لعاب الفاسدين. أستاذنا العزيز، يعني هي جزء مهم بالدولة العراقية هو وضع السلطات بالثلاث، بكل سلطة إلها, إلها, إلها عملها، ولهذا الدستور العراقي فرز السلطات إلى ثلاث سلطات. سلطة رقابية الآن على أمانة بغداد هي النواب، يعني سابقا كان أكو سلطة مجلس محافظة، سلطة المجالس البلدية، اليوم إحنا هاي ماكو، فمن يتابع عمل أمانة بغداد؟ لا، أكو سلطة اللي هي سلطة التشريع والرقابة بيد مجلس النواب. مجلس النواب عنده لجنة الخدمات ورئاسة وقوامها 12 عضو يومية زائرين أمانة بغداد ومتفضلين بتفاصيلها ويتعرض لهم هذه الخطط. أنا أعتقد دور الرقابي أن يتخذوه بالشكل الصحيح وأن يراقبون بالشكل الأدق. ثانيا أكو هيئة نزاهة وأكو رقابة مالية، هذول الجهات اللي تعني بموضوع الرقابة. إحنا اليوم أنا أتكلم وياك كعلاقات وإعلام، دورنا في أمانة بغداد أن بشفافية نعرض لك طريقة إحالة المشاريع على طريقتين، لو طريقة الإحالة التقليدية بالروتين والتبعات الإجراءات المعروفة بالدولة العراقية، لو طريقة الإعطاء المباشر والتنفيذ المباشر ناخذ به صلاحيات
صلاحيات، لما تكون صلاحيات مجلس الوزراء ما ممكن للسيد معالي أمين بغداد أو الوكلاء المحترمون أو المدراء العامون أن يحيلون بدون موافقات وصلاحيات. فإذا نحن كأمانة نشتغل وفق إجراءات وتدقيق عالمي موجود ضمن منهج موجود، يبقى الرقابة مو دورنا، راقبونا، وإذا لقيتوا شيء من الخطأ في وضع الإجراءات ذاك الوقت لكل حادث حديث ويصير مساءلات. أنا أعتقد هي فصل السلطات وضروري جدا، والدستور أكدها والسياسيين. فموضوع الفساد موجود في كل مؤسسات الدولة، ما ممكن اليوم أحدد لك المشاريع هاي راح تدخل فساد. متفائل أنه أكو فرق تقدم عندنا، وأكو يعني النسبة من أمانة بغداد كانت في بداية العشرينات قبل 20 سنة يعني أو 15 أو 10 سنوات كانت أكو نسبة عالية، هذه النسبة قلت. أي نعم أكو رشوة، أي نعم أكو جباية بيها خطأ، أي نعم أكو جابي يجبي وما يطي وصل، أي نعم، بس المشاريع اختلفت عن سابقتها في موضوع الفساد. الشكر جزيل لكم مدير العلاقات والإعلام في أمانة العاصمة الأستاذ محمد الربيعي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. سيد نسيم أرجو أن تبقى معنا، ومشاهدينا الكرام انتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، مرة أخرى نرحب بالسياسي المستقل أستاذ نسيم عبد الله، ينضم لنا مباشرة بصوت وصورة من بغداد. أهلا بكم مرة أخرى سيد نسيم. وبالنسبة لملف البرلمان أو اتحاد البرلمان العربي وهذه القمة الاتحادية للبرلمان التي ستحتضنها العاصمة بغداد، برأيك ما مدى استفادة العراق من احتضان هكذا مؤتمرات من أجل تعزيز عواصر التعاون والترابط مع المحيط العربي خاصة؟ نعم فعلا، اليوم البرلمان العراقي والبرلمانات العربية بصراحة يعني قادرين على أن ينتهجوا طريقة يعني في العلاقات أفضل. اليوم مجلس النواب مو فقط دور أن يكون دور رقابي ودور تشريعي، اليوم هنالك مهام أخرى يعني على عاتق السلطة التشريعية هي الدبلوماسية البرلمانية. نعتقد بأن مجلس النواب قادر على أن يمارس مثل هكذا علاقات مع الدول العربية. اليوم العراق بحكم موقع الجغرافي، بحكم ما يمتلكه من مؤهلات حقيقة، قادر على أن يكون مؤثر. وقبل يعني قبل كم يوم كان هنالك كلمات لرئيس البرلمان الأردني ورؤساء البرلمانات العربية أوضحوا على أن العراق اليوم بدأ يستعيد عافيته، وعلى أن يكون دوره محوري في المنطقة. في كل الأحوال العراق ليس بمعزل عن الدول الأخرى، اليوم كل الدول بحاجة إلى أن تكون لديها علاقات جيدة ومتميزة. العراق بعد عام 2003 حقيقة، قبل عام 2003 كان يعاني الكثير من الجراح، هنالك علاقات مقطوعة على جميع المستويات، لكن بعد عام 2003 أصبح العراق يعني نموذج آخر مختلف عن الفترة السابقة. هنالك الكثير من القمم قد عقدت في بغداد على مستوى رؤساء الدول العربية، على مستوى اتحاد البرلمانات الإسلامية، واليوم اتحاد البرلمانات العربية هو خير دليل على أن العراق بدأ يمارس دوره الحقيقي والفعلي والمؤثر في المنطقة. من حيث المبدأ هذه القمة فيها الكثير من الإيجابيات، هذه قمة الشعوب اليوم تعقد في بغداد، هنالك الكثير من الدول تحاول أن تستثمر مثل هكذا مؤتمرات من أجل تحسين مكانتها الدولية. بالتالي اليوم نعتقد بأن العراق أصبح لديه من المكانة ما تؤهله بأن يكون مؤثرا في المنطقة وعلى المستوى العالمي وعلى المستوى العربي.
رحب أيضا بأستاذ العلاقات في أو أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور أحمد الصدام. أهلا بك دكتور أحمد، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بكم دكتور أحمد، ودنا نسألك عن أهمية هذا المؤتمر، مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية، وهو يأتي في ظل متغيرات كثيرة وكبيرة يشهدها العالم العربي. تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم وللمشاهدين. نعم، هناك عدة أبعاد من حيث الأهمية. يعني العراق اليوم بهذه الصورة هو ضمن الحظ العربي، الأنظار اليوم بالكامل على العراق. هذا أيضا يبعث على التفاؤل، بحيث أنه حتى إعلاميا ممكن أن نقول أنه وجود، يعني حتى اليوم ما يقارب 18 دولة وممثلي 18 دولة عربية موجودة في بغداد. هذه نقطة يعني تضع وتعيد الأضواء مرة أخرى إلى العراق بعد انقطاع طويل. أيضا من جانب آخر، الاتحاد البرلماني العربي وهذه الاجتماعات والتشاورات ممكن أن تنطوي على جوانب أساسية لا سيما في المجال التشريعي، وهي بذلك ممكن أن تقرب وجهات النظر، ممكن أن يعني تضع الأفكار يعني وتبادل الأفكار والمشاريع، وبالتالي ممكن أن تترجم هذه الأفكار أو يتم تنقيحها ضمن مشاريع أو قوانين تشريعية في البرلمان العراقي مثلا والبرلمانات الأخرى. هذا التبادل في الأفكار والآراء مسألة مهمة، وهذا في النهاية يؤثر على مستوى التقارب العربي يعني مستقبلا، إذا ما افترضنا أنه أصبحت هناك تفاهمات حقيقية، هذا ممكن أن يرطب الكثير من الأجواء. أيضا لا ننسى أنه الاتحاد البرلماني العربي وهذا المؤتمر المهم يعني يعطي صورة واضحة عن العراق، بأن العراق بعيدا عن كل التقاطعات الأيديولوجية وبعيدا عن كل المواقف، يعني لا يوجد موقف ضد من دولة ضد دولة أخرى، وهذه نقطة مهمة جدا ممكن أن تؤثر في الجوانب الاقتصادية. هذا طيب. أيضا انطباع مهم جدا ممكن أن يؤثر حتى على مستوى جذب الاستثمارات البينية ما بين الدول العربية. هذا ممكن أن يحفز، على اعتبار أن هذا المؤتمر سوف يعطي صورة واضحة وحقيقية، صورة مشرقة عن العراق الذي يعني بعيدا، وهو يمكن أن يمسح أو يمحي الصورة السابقة، الصورة الضبابية عن العراق وحالة عدم الاستقرار الأمني. هذه نقاط مهمة جدا من وجهة نظر المستثمرين، وبالتالي هي ممكن أن تؤثر إيجابيا في المستقبل. طيب دكتور، وهذا المؤتمر أيضا أتى بعد خطوات تقارب وصفت بالنوعية تجاه العراق، لكن ما مدى أهمية التكامل الاقتصادي العربي بين العرب عامة والعراق خاصة؟ وهل هناك مجال أو رغبة ملموسة حاليا من قبل الأشقاء للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي فيما بينهم؟ عمليا أعتقد مرحلة التكامل الاقتصادي صعبة جدا ما بين الدول العربية، بحكم أنه الصناعات في الدول العربية ومستوى التكنولوجي هو يعني صناعات متنافسة لا يمكن أن تكون متكاملة، لا سيما في الدول النفطية. ولو نأخذ على سبيل المثال دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى في ميثاق مجلس التعاون الخليجي هناك يعني صفة التكامل أو أحد أهداف ميثاق مجلس التعاون الخليجي هو التكامل ما بين هذه الدول، ولكن بحكم تشابه الاقتصاد والاعتماد الكبير نسبيا على النفط باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، لا توجد عمليا جانب تكاملي من الناحية الاقتصادية. نعم هناك تكامل من حيث التشريعات، من حيث القوانين، من حيث الإجراءات وتسهيلات إجراءات الدخول، وحتى في جوانب أخرى يعني ما بين دول المجلس على سبيل المثال. وبالتالي اليوم صفة التكامل بعيدة جدا، يعني لا يمكن أن تتحقق ضمن المدى القصير على الأقل. كما ذكرت دكتور، تتسم الصناعات العربية بأنها صناعات متنافسة لا تكاملية، لكن هل يمكن على الأقل وضع الأسس التشريعية لخلق حالة من التشابك الوثيق في الاقتصاديات على الأقل؟ نعم هذا ممكن، يعني وذكرت حضرتك أنه هذا المؤتمر يعطي صورة مشرقة عن العراق، وبالتالي ممكن أن يكون صورة للتقارب. أيضا ممكن أن يفتح الباب واسعا من الناحية الاقتصادية نحو مشاريع مشتركة، فرص استثمارية. لو افترضنا أنه في العراق هناك فرص استثمارية وهي عديدة جدا بالطبع، فرص استثمارية لا يقوى القطاع الخاص العراقي
مثلا على القيام بها، هذا ممكن أن يكون حافزا أساسيا بحكم هذه الأجواء وهذه العلاقات الطيبة السياسية، ممكن أن تكون دافع لعلاقات اقتصادية أوسع في مجال تسهيل انتقال رؤوس الأموال وحركة المستثمرين وتسهيل إجراءات الدخول للمستثمرين. ولكن كل ذلك يجب أن يرتبط ببرنامج ترويجي مثلا للمشاريع التي ممكن أن تمنح إلى المستثمر العربي ضمن إطار مثلا اتحاد الجامع اتحاد البرلماني العربي، ضمن إطار التفاهم ما بين الدول العربية. هذا بحد ذاته ممكن أن يعزز من مستوى العلاقات بحكم وجود علاقات اقتصادية مشتركة. هذا ممكن أن يقرب يعني من الأنظار كثيرا ومن وجهات النظر أقصد، وبالتالي يعزز العلاقات بشكل أكبر في المستقبل. ولكن حتى الآن البرلمان أو اتحاد البرلمان العربي ما زال يعاني من مشاكل في مجال التمويل، ويعني لا ننسى أنه حتى الآن مشكلة المقر المؤقت في لبنان مثلا يعاني من مشاكل في حساباته مثلا في الدولة اللبنانية بحكم يعني حالة الاختلال الموجودة في المصارف اللبنانية. هناك حاجة إلى إعادة الهيكلة وإعادة تقريب وجهات النظر ووضع مقترحات من شأنها أن تنشط من هذا الاتحاد، بحكم أن هذا الاتحاد البرلماني ممكن أن يكون مؤثر إيجابي حتى على الجامعة العربية ومقررات الجامعة العربية، ممكن أن يؤثر في علاقته حتى مع الاتحادات البرلمانية الدولية مثل الاتحاد الإفريقي والآسيوي. وبالتالي تنشيط هذا الاتحاد البرلماني مسألة مهمة ويخدم دول المنطقة لا سيما في الجانب الاقتصادي في المستقبل. أعود لك سيد نسيم، إلى أي درجة يمكن لهذه القمة أو هذا الاجتماع لاتحاد البرلمان العربي أن يعطي ربما وجهة نظر موحدة إزاء قضايا الإقليمية، القضايا العربية خاصة كأزمة فلسطين، سوريا مثلا، أو قضية التطبيع؟ بعض الدول المشاركة في هذه القمة أو هذا الاجتماع هي دول مطبعة مع الكيان الصهيوني. اليوم هذه البرلمانات هي ممثلة للشعوب، وبالتالي كل ما يصدر عنها اليوم، يعني حتى أنا كنت حاضر في اجتماعات يعني اللي سبقت القمة اللي هي متوقعة أن تعقد يوم غد إن شاء الله. حقيقة كانت هنالك العديد من الملفات. تعرف حضرتك اليوم السلطات التشريعية في كل الدول العربية هي قادرة على أن تؤثر على السلطات الحكومية، يعني اليوم احنا نسميها الدبلوماسية الشعبية، هي قادرة على أن تؤثر على الدبلوماسية الرسمية. اليوم أبرز القضايا اللي تم طرحها هي قضية فلسطين، والقضية الأخرى هي قضية سوريا. نعتقد بأن يعني هذه القرارات سوف يكون لها تأثير على الحكومات نفسها، هذا جانب. ناهيك يعني عن جوانب أخرى بصراحة، اليوم تعقد على المستوى الخارجي، لا حتى يعني حتى على مستوى جودة التشريعات. تعرف حضرتك اليوم البرلمانات العربية هي يعني تجاربها هي مختلفة فيما بينها، يعني هنالك مثل العراق من بعد عام 2005 أصبح هنالك سلطة تشريعية وبرلمان في العراق، هنالك دول سبقت العراق في تجربتها البرلمانية، وبالتالي بالإمكان الاستفادة من تجارب هذه الدول الأخرى مثل مصر، بقية الدول الأخرى اللي عندها خبرة في مسألة جودة التشريعات. بالنتيجة في كل الأحوال على المستوى الخارجي سوف تكون هنالك مخرجات موحدة، وهذه المخرجات حتما سوف تؤثر على الحكومات. على المستوى أداء السلطة التشريعية حتما سوف ينعكس باتجاه الإيجاب. في كل الأحوال هذه القمة هي قمة فيها الكثير من الإيجابيات على مستوى يعني السلطة التشريعية العراقية، وعلى مستوى مكانة العراق ما بين الدول العربية. وقبل قليل حضرتك قلت هي لم تأتي من فراغ، هي جاءت من حقيقة نوع من التقارب بدأت دول الخليج والدول العربية على أعطت رسالة، وأعتقد دول كأس الخليج هو من أعطى هذه الرسالة بحكم ما يعني ما شاهدناه في الفترة الأخيرة في البصرة، أعطى انطباع آخر على أن العراق جزء من هذا المحيط العربي، وبالتالي على الدول العربية أن تتقدم باتجاه العراق. أنا أعتقد اليوم العراق في أفضل حالاته، ونتمنى أن تكون هذه القمة أن تخرج بمخرجات عربية قادرة على التأثير على الحكومات الرسمية، وأن تكون
رؤية الدول العربية هي رؤية موحدة باتجاه قضايا فلسطين واتجاه قضية سوريا. الشكر جزيل لكم السياسي المستقل أستاذ نسيم عبد الله، كنت ضيفا كريما، والشكر لكم أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور أحمد صدام، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.